بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة البيزنس. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد في جانب نظري وجانب عملي. هناخد النهاردة إن شاء الله الجانب النظري وهناخد الجانب العملي المرة اللي جاية إن شاء الله. درسنا بعنوان Travel Service أو خدمات السفر. تعالوا بينا نشوف مع بعض خدمات السفر أو Travel Service. بيقسم لي واجبات السكرتير لثلاث أنواع من الواجبات، بيقول لي duties of secretary. النوع الأول بيقول لي before the boss leaves، قبل مغادرة الرئيس. النوع الثاني بيقول لي when the boss is absent، عند غياب الرئيس. النوع الثالث بيقول لي when the boss returns، عند عودة الرئيس. وتعالوا بينا مع بعض نشوف الواجبات بنوع من التفصيل. النوع الأول بيقول لي duties of secretary before the boss leaves، واجبات السكرتير قبل مغادرة الرئيس. Number one بيقول لي he must get the necessary information about the trip، يجب أن يحصل على المعلومات الأساسية عن الرحلة. Number two بيقول لي he must reserve the tickets of travel and return back، بيقول لي يجب أن يحجز التذاكر للسفر والعودة. And suitable hotel nearby the business he is living to، ويجب أن يحجز فندق مناسب قريبا من العمل. Number three بيقول لي when traveling abroad، عندما يكون السفر للخارج. He must get a visa on his passport، يجب أن يحصل على التأشيرة في جواز السفر. بيقول لي appointing the health certificate، الحصول على الشهادة الصحية. Number four بيقول لي converting money into foreign currency، converting money into foreign currency، تحويل النقود إلى العملة الأجنبية. Number five بيقول لي preparing the trip schedule، إعداد جدول الرحلة. دي كانت النوع الأول من الواجبات اللي بتخص السكرتير قبل مغادرة الرئيس. تعالوا بينا مع بعض نشوف النوع الثاني من الواجبات اللي بتخص السكرتير. بيقول لي duties of secretary when the boss is absent، واجبات السكرتير عند غياب الرئيس. Number one بيقول لي the secretary must follow his boss's instructions conferly، بيقول لي السكرتير يجب أن يتبع تعليمات الرئيس بمنتهى الدقة. Number two بيقول لي he must trade with the mail according to his boss instruction، بيقول لي يجب أن يتعامل مع البريد طبقا لتعليمات الرئيس. Number three بيقول لي he must cancel or change all appointments of his boss and apologize on behalf of his boss، بيقول لي يجب أن يلغي أو يغير كل المواعيد ويعتذر نيابة عن الرئيس. Number four بيقول لي he must record the incoming mail and calls، بيقول لي يجب أن يسجل البريد الوارد والمكالمات. بيقول لي بعد كده دي تعتبر كانت الواجبات الأساسية للسكرتير عند غياب الرئيس. تعالوا بينا مع بعض نشوف النوع الثالث من الواجبات. بيقول لي duties of secretary when the boss returns back، واجبات السكرتير عند عودة الرئيس. Number one بيقول لي he must inform his boss of the result of outstanding matters discussed before، بيقول لي يجب أن يعلم الرئيس بنتائج الأعمال المعلقة التي نوقشت قبل سفره.
نمبر 2 بيقول لي he must tell him about the new matters abroad during his absence. يجب أن يخبره عن الأحداث الجديدة التي ظهرت أثناء غيابه. نمبر 3 بيقول لي he must offer him a summary of the mail answer word. بيقول لي يجب أن يمنحه ملخص بالردود على البريد. نمبر 4 بيقول لي he must present him all paper and documents need his attention and signature. بيقول لي يجب أن يقدم له كل الأوراق والمستندات التي تتطلب انتباهه وتوقيعه. نمبر 5 بيقول لي he must present him a list of telephone calls and office calls and and diary with a new changes. بيقول لي يجب أن يقدم له قائمة بالمكالمات التليفونية وزوار المكتب والتغيرات الجديدة. بكده بيكون انتهى درس النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة